قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم. ثم ختم بهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه خطب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. وهذا يستفاد منه أن هذا الموضوع الذي هو أذى للمصلين شديد في المساجد من الموضوعات التي هي جديرة بأن تطرق في الخطابة التي يسمعها كل المصلين، لأن الخطابة يحصل بها معالجة لإشكالات وأخطاء ومخالفات وأشياء من هذا القبيل، مما هو من قبيل الإصلاح للناس في عبادتهم وطاعتهم وتقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال: إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. أمر به أي الرجل الذي مع رائحة الثوم والبصل فأخرج من المسجد إلى البقيع، يعني يبعد مسافة عن المسجد. كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، يأمر بإخراجه من المسجد لأن الناس تتأذى من الرائحة، حتى الأذى يخل بصلاتهم، ويعني يخل بصلاتهم، ويعني يفقدهم طمأنينة، يفقدهم، لأن الذهن ينشغل بهذا الذي تأذى منه وينصرف عن مقصود العبادة. فهذا فيه إيذاء للمصلين.